صباح الخير، رمضان كريم. اليوم رح نحكي عن تأثير تغيير عادات النوم على الجملة العصبية. صراحة بشهر رمضان الكريم بصير في تغيرات كثيرة بعادات النوم، بصير سهر بالليل ونوم بالنهار. طبعا هذا الموضوع له علاقة بخصوصية هذا الشهر، بطبيعة الناس بصير تسهر لتوصل للسحور. بالإجمال، تغيير عادات النوم هو من الأمور المسيئة للجهاز العصبي وللجملة العصبية، لأنه بيصير في عنا سهر زيادة. في ناس كتير بتقعد من الفطور للسحور بدون ما تنام، وبتنام بالنهار، وبالتالي نحن هون بنغير الساعة البيولوجية تبع الدماغ بشكل عام، فبيصير بتخربط هذا الدماغ، بيصير في عنا اضطرابات استقلابية مختلفة بتؤدي إلى نوع من قلة التركيز والضرر بشكل عام بالجهاز العصبي. لذلك نحن بدنا ننتبه شوي لموضوع النوم بشهر رمضان بشكل عام، وهو تنظيم عادات النوم. نحن ما نحاول إنه بدنا نسهر لنوصل للسحور مشان ننام خلال فترة الصيام، لأنه هذا الشيء مؤذي، لأنه الساعة البيولوجية تبع الدماغ مبرمجة إنه بالليل هي لازم تكون نايمة. فيفضل أن تضل عادات النوم على ما هي عليه سابقا، بشوي إضافة لشوية اختلاف بسيط له خصوصية بموضوع السحور. طبعا الشيء التالي اللي بنحكي عليه أنه نخفف شوية منبهات بعد الفطور مشان ما يصير في أرق وقلة نوم، مشان ما نأثر على الغدة الصنوبرية اللي هي مسؤولة عن كل هذه الأمور، وبالتالي التغيير بالحالة الاستقلابية تبع الجسم وأذى له. ونخفف قدر الإمكان السكريات مشان ما يصير عندنا نوب من ارتفاع السكر المفاجئ اللي بيأذي الجملة العصبية بالإجمال. بالعكس، لازم نستغل فرصة الصيام لحتى نعطي الصحة الكاملة للجملة العصبية ولجسم بشكل عام.